قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية مع ما يترتب على ذلك من آثار. الطعن على هذه المادة جاء بناء على التصويت باستمرار عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش، وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتهما كل على حدة.